النمسا تشهد تراجعا في التضخم مع تحسن تدريجي واستمرار للقلق. زيادة قياسية في عدد سكان النمسا بأعلى مستوى منذ الحرب العالمية الثانية. فيينا تطالب بمنح الجنسية النمساوية تلقائيا للمولودين. وزيرة الطاقة تطلب زيادة تأمين الغاز الطبيعي من مصادر غير روسية. ارتفاع معدل البطالة في النمسا بنسبة 2.9% وانخفاض في الوظائف المتاحة. خبير يتحدث حول تأثير الإعلام الشعبوي في زيادة تأييد أردوغان. مرحبا بكم في نشرة الأخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم. أظهرت التقديرات السريعة للإحصاءات النمساوية أن معدل التضخم في مايو بلغ 8.8%، وهو أدنى مستوى في الأشهر الأخيرة. يشير ذلك إلى تراجع تدريجي لموجة التضخم في النمسا، حيث كانت في إبريل 9.7% وتجاوزت 10% منذ سبتمبر إلى فبراير، وانخفض معدل التضخم بسبب انخفاض أسعار الوقود وارتفاع أسعار الأغذية بوتيرة أبطأ، ورغم ذلك لا يزال معدل التضخم في النمسا هو الأعلى في منطقة اليورو. زاد النمو السكاني في النمسا خلال العام الماضي إلى مستويات قياسية منذ عقود بأكثر من 125 ألف شخص بنسبة 1.4%. وتعد هذه الزيادة الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية، حيث تجاوز إجمالي السكان في البلاد في يناير 2023 ما يقدر ب 9.1 مليون نسمة، متأثراً بأعداد النازحين الأوكرانيين، وانخفضت معدلات الولادة وازدادت معدلات الوفيات. ويرجع النمو السكاني بشكل رئيس إلى الهجرة الدولية، حيث هاجر حوالي 137 ألف شخص إلى النمسا العام الماضي، معظمهم من أوكرانيا، تلاهم السوريون والألمان. Insgesamt ist die Zufriedenheit mit der Wohnsituation in Österreich groß. Im Jahr 2022 haben wir insgesamt 4,07 Millionen Hauptwohnsitze erheben können. 48% davon waren im Eigentum, 33% davon waren Einfamilienhäuser. طالب مجلس الاندماج في فيينا بمنح الجنسية تلقائيا للأطفال المولودين في النمسا إذا قضى أحد الوالدين 5 سنوات بشكل قانوني في البلاد. ويعارض المجلس قانون الجنسية الصارم الحالي، معتبرا أنه يشكل عيبا في الديمقراطية، ولذلك يطالب بتسهيلات لمنحها، بينما تعارض وزيرة الاندماج سوزان راب هذا التسهيل. وقد انخفض معدل التجنيس في فيينا على مدى 20 عاما الماضية رغم زيادة عدد السكان بسبب الهجرة. ويناشد المجلس تقليل مدة الإقامة وتخفيض حواجز الدخل وقبول الجنسية المزدوجة. طالبت وزيرة الطاقة النمساوية ليونور جويسلر من شركات الطاقة زيادة تأمين احتياطي الغاز الطبيعي من النرويج ورومانيا. وتسعى النمسا للتخلص من الاعتماد الكبير على الغاز الروسي، وتؤكد الوزيرة على تحميل موردي الطاقة مسؤولية تخزين الغاز غير الروسي، حيث تسعى لاستراتيجية فعالة في إدارة الأزمات، وتحذر من احتمال انقطاع إمدادات الغاز الروسي الذي يصل ل 80%. لذلك تعمل على الاستعداد لنهاية عمليات التسليم بحلول عام 2024. استمر ارتفاع معدل البطالة في النمسا، حيث زاد أعداد العاطلين عن العمل أو المشاركين في برامج التدريب خلال شهري إبريل ومايو بنسبة 2.9%. وتجاوز عدد العاطلين عن العمل 320 ألف شخص، ما يمثل زيادة بأكثر من 9000 شخص عن الشهر السابق. وتعزى هذه الزيادة بشكل عام إلى التقلبات الموسمية وتأثير الاقتصاد والهجرة، فيما تظهر الوظائف الشاغرة في النمسا انخفاضا بنسبة 15%، خاصة في قطاعات السياحة والبناء والصناعة.
قال السوسيولوجي كينان كونغور إن ازدياد تأييد الرئيس التركي أردوغان في فيينا ومدن أوروبية أخرى يكشف عن مشكلة عميقة في الاندماج. وشهدت النمسا وألمانيا احتفالات جماهيرية ومواكب سيارات، ويعزى تأييد الأتراك لأردوغان في النمسا وألمانيا إلى الهجرة في الستينيات، حيث كانت الغالبية تأتي من الريف الشعبي، إضافة لتأثير وسائل الإعلام الشعبوية التي تلعب دورا هاما في تعزيز دعم أردوغان. وأكد غونغور أنه من الضروري أن تتناول النمسا هذه المشكلة الديمقراطية بشكل جاد. كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم، لا تنسوا تحميل تطبيق إنفوغراد. كنت معكم أنا أدهم الليجي، وإلى اللقاء.